اكد وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين موقف مصر الدعم بشده لامن واستقرار العراق كما استعرض عبد العاطي جهود مصر في التعامل مع ازمه قطاع غزه مجددا التاكيد على حتميه التوصل لوقف اطلاق النار في اقرب وقت ونفاذ المساعده الانسانيه فضلا عن تكثيف الاتصالات مع كافه الاطراف المعنيه لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقه والعمل من اجل الحيلوله دون اندلاع حرب شامله تعصف بامن واستقرار الاقليم